السلام عليكم اعزائي الطلبه مشاهدينا الكرام نلتقيكم مره اخرى من على شاشه فضائيه العراق التربويه لمرحله الصف الثاني متوسط الفصل الثالث. طلابنا الاعزاء شرحنا الفصل الثالث، قلنا الموضوع اسمه صيغ والمعادلات الكيميائيه وشرحنا شنو تعريف الصيغه الكيميائيه وايضا شرحنا شنو اهميه المعادله الكيميائيه. اليوم راح نجي على موضوع ايضا مهم طلابنا الاعزاء العز... اسمه المعادله الكيميائيه وموازنتها ويا طلابنا شويه خل اكبر اياها شنو المعادله الكيميائيه وموازنتها ويا طلابنا الاعزاء المعادله الكيميائيه طلابنا الاعزاء شنو المعادله الكيميائيه أنا من اريد اجي اكتب اي صيغه كيميائيه الصيغه الكيميائيه قلنا تعتمد على من على الرموز المعادله الكيميائيه ما اقدر اجي اكتبها اذا ما عندي صيغ كيميائيه وهاي الصيغه الكيميائيه طلابنا الاعزاء لازم اوزنها راح نجي شوف مطيك مثال هنا بالكتاب طلابنا عندك هاي الدرجه الهوائيه الدراجه الهوائيه مين تتكون من اجزاء شوفها طلابنا شوف هاي الاجزاء مالتها شوف الاجزاء بعدين تكون لي فراح ادخل لك هسه المعادله الكيميائيه المعادله الكيميائيه شنو المعادله الكيميائيه المستعمله لتسهيل دراسه شنو التفاعلات الكيميائيه وما يحدث من تغييرات على المواد المتفاعله والمواد الناتجه والتي تعد طريقه مختصره، شوف احنا مو قلنا طلابنا الاعزاء من قلنا تعريف الصيغه الكيميائيه، شنو الصيغه الكيميائيه بانها تعبير او طريقه مختصره وين باستعمال شنو؟ باستعمال الرموز او الصيغه الكيميائيه ويا طلابنا بدلاله الرموز والصيغ شنو؟ الكيميائيه للمواد المتفاعله والناتجه على ان تكون شتكون متوازنه وللتعرف على كيفيه كتابه او كتابه المعادله الكيميائيه يموزونها نتبع الخطوات الاتيه، شلون؟ انا راح اشيلك اياها بشكل مختصر، احنا راح ناخذ النقاط ان شاء الله بالمنهج، بس اريد احفظها على الغيب، انت ما مطلوب منك تحفظ النقاط كلهن على الغيب، بس اريدك تفهمهن. شلون افهم استاذ انا من اجي اريد اكتب الصيغه الكيميائيه او المعادله هسه الموضوع اسمه المعادله المعادله الكيميائيه لازم اكتب طلابنا الاعزاء مين من اريد اكتب اي مركب او اي صيغه كيميائيه لازم السالب على اليمين والموجب شنو على اليسار بعد استاذ من اريد اجي اكتب المعادله الكيميائيه لازم اوزنها طلابنا شلون اوزنها استاذ عندي مواد ناتجه وكذلك عندي مواد شنو متفاعله من اقول واحد زاد واحد شو يساوي لي؟ يساوي اثنين، الاثنين شو يعتبر؟ يعتبر ناتج. واحد زاد واحد شو يعتبر؟ متفاعلات. شوف طلابنا خلينا نعطيك امثله بالمنهج. هسه عند الخطوات شلون؟ اولا تكون المعادله الكيميائيه من طرفي الطرف الايسر شو يمثل؟ قلنا المواد المتفاعله، والطرف الايمن يمثل المواد الناتجه. بعد يعبر عن التفاعل الكيميائي بكتابة أسماء شنو ورموز وصيغ المواد في كل الطرفين ويا طلابنا شوف طلاب هسا راح نعطيك شلون بعض الأمثلة ايش عندي هنا أنا. ثانيا شنو عندي يفصل بين طرفي المعادلة سهم اتجاهه من اليسار إلى اليمين أو بعض الأحيان يعطيك عشان هاي استاذ راح ناخذ معادلات كيميائية طلابنا إن شاء الله ونوضح لك إياها أكثر نوبات يجيك سهم، هذا السهم شو مثل احنا مو قلنا مثلا من اقول ان اي زائدا سي ال، ما اكتب كلمه يساوي، ايش راح اخلي يا استاذ؟ راح اخلي له سهم، هذا السهم طلابنا اخلي له سهم، سهم، بعد وفي بعض الاحيان شوف طلابنا، ها شنو هاي السهمين استاذ ما قاعد يفتهمين دلاله على ان التفاعل باتجاهين متعاكسين، تفاعل عكسي، او احنا نسميه مثلا طلابنا للتفكك. مو صحيح او انحلال، هسه راح ناخذه ان شاء الله طلابنا. بعد ايش عندي طلابنا؟ النقطة الثالثة ويا طلابنا، النقطة الثالثة شو يقول لي؟ يجب أن يكون مجموع عدد ذرات كل عنصر في طرفي المعادلة ايش به متساوية، أي أن تكون المعادلة تكون؟ متوازنة. عند عدم توازن المعادلة في طرفيها يضاف معامل شنو عددي قبل الجزء ليكون ليش؟ عدد ذرات العنصر في طرف العدد هي المعادلة؟ متساوي أربعة يفضل أن تذكر شروط التفاعل شنو هاي شروط التفاعل أستاذ؟ شوف طلابنا هذا السهم إلى الأعلى شو يمثل لي؟ تكون المعادلة غازية هذا السهم غازي إذا إلى الأسفل تكون راسبا هذا المثلث شنو معناته؟ هذا حرارة أو شنو قلنا؟ تسخين بعد أستاذ هذا عندك هنا ضغط بعدش عند استاد او عندي مثلا يعطيك نوبات مثلا البلاتين وهكذا هناك رموز توضح بعض شنو بعد الصيغه اسفل يمين الصيغه مثلا كلمه اس ها شنو اس استاد وجي وليكويد هذا اللام شنو هاي أستاذ هاي كلمه اس صارت معناتها صلبه طلابنا اللام هذا الايال شنو معنات الايال؟ معناتها لكوت هذا شنو عندي هنا أنا سائله بعد استاذ هذا الجي يعتبر الماده؟ غازيه الاي كيو تستعمل التحليل المائي او العفو احنا نسميه محلول مائي او التحلل المائي ويا طلابنا ذني ناخذهن طلابنا ان شاء الله كل مهمات تحفظهن وكذلك تاخذوهن ان شاء الله قلنا تاخذوها بالرابع العلمي وايضا بالخامس وبالسادس طلابنا هسه نجي على المعادلات الكيميائيه شوف طلابنا وياي المعادلات الكيميائيه شنو المعادلات الكيميائيه ويا طلابنا من اجي اريد اكتب يجيني سؤال بالامتحان بالامتحان يجيني سؤال يقول لي تفاعل الحديد مع الكبريت كذلك يعطيك اياه بصيغه اخرى المدرس شلون يعطيك اياه يقول لك يتحد الكبريت مع براده الحديد بالحراره فينتج كبريديد شنو الحديد ما قال لي أو بس هو قال لي برادة الحديد ما ينسى طلابنا ليش؟ لان احنا عندنا بالرموز الكيميائيه طلابنا اكو اكثر من اعداد تاكسد احنا صح حافظين البوتاسيوم كي موجب واحد النحاس سيو موجب واحد الثاني راح يقول لي النحاس مو موجب واحد ها يقول لي موجب اثنين اقول له اثنيناتكم صحيحات ليش؟ لان النحاس سيو موجب واحد موجب اثنين كذلك عند الحديد الحديد الرمزي الكيميائي له طلابنا الاعزاء اف اي e. شنو عدد تاكسده عندي موجب اثنين وموجب ثلاثه طلابنا هاي مهمات تحفظوهن هسه اجي على المعادله الكيميائيه عندي اولا التعبير اللفظي كلمه التعبير اللفظي على هاي كتابه طلابنا نكتب الحديد كبريت راح يكون لي كبريتيد الحديد التعبير الرمزي شنو التعبير الرمزي الذي يريد من عند الرموز الكيميائيه لازم انا احفظهن طلابنا عندك الحديد اف اي e. الكبريت اس راح يولد لكبريتيد الحديد اف اس. لاحظ ان عدد ذرات كل من الحديد والكبريت في طرفي المعادله متساوي وهذا يدل على ان المعادله شبيهه موزونه ويا طلابنا الاعزاء هسه راح نجي على ايضا بعد عندي طلابنا وياي رابعا يتحد الحديد مع الكبريت بالتسخين شوف طلابنا بالتسخين هذا احنا قلنا شنو هذا المثلث استاذ هذا المثلث يمثل لي حراره او كذلك ايش قلنا عليه تسخين اف اي زائد الاس راح يولد لي اف إي اس مثال اخر لمعادله كيميائيه اخرى طلابنا شو يقول لي وياي طلابنا شوي اكبرها لكم ويا طلابنا اكتب اكتب معادلة كيميائية موزونة تعبر عن تفاعل عنصر الالمنيوم مع غاز الاكسجين لتكوين مركب اسمه اوكسيد الالمنيوم. التعبير اللفظي الذي هو هذا الالمنيوم زائد غاز الاكسجين راح يولد لي الالمنيوم. شفت طلابنا انا شغلي كله هنا أنا. ليش؟ لان الرموز الكيميائية طلاب على الرموز الكيميائية. شوف ايش قال لي؟ عندك انا من اريد اكتب صيغة كيميائية طلابنا. او معادله كيميائيه افضل كل وحده جواها شلون استاذ مثلا من انا قلت هسا هذا الالمنيوم جو اي ال غاز الاكسجين او2 شو راح يولد لك اي ال2 او3 استاذ هاي المعادله صحيحه هي من ناحيه الرموز صحيحه بس من ناحيه الموازنه متوازنه لا ليش احنا مو قلنا لازم منه نكتب المعادله الكيميائيه لازم نوزنها ليش استاذ توزنها لازم عندي مواد ناتجة كذلك عندي مواد متفاعلة مثل ما أكتب هذا هنا اثنين لازم هنا أكتب اثنين شلون بالله أستاذ ويا طلابنا خل أقرأ لك النقطة ثلاثة راح تفتهم بعد أكثر لاحظ عدد ذرات كل من الأكسجين والألمنيوم في طرفي المعادلة يجب موازنة المعادلة بإضافة عامل عددي ليكون عدد الذرات طلاب خوش عندك شنو طلابنا؟ عددي ليكون عدد الذرات في كل الطرفين متساوي، شلون بالله استاذ؟ هذا المعامل مال عددي شلون بالله استاذ؟ ويا طلابنا. هذا عندك الالمنيوم اي ال، زين الاوكسجين او2، ايش راح يولد لي؟ اي ال2 او3، اذا المعامل مالته يا هو طلابنا راح يصير، شوف طلاب، هنا ايش خلى لي؟ اثنين، هنا ايش خلى لي؟ اربعة. استاذ ها شنو معناتها؟ الالمنيوم عندك هنا ايش قد؟ اربعة زين هنا عندي اثنين في اثنين، اربعة، شوف شمطيت او، عشان او؟ يقول لي هاي صحيحة وهاي صحيحة، اكتب اثنين اي ال، عندك ايش قد الالمنيوم؟ عندي اثنين، بعدش عندي؟ عندك ثلاثة على اثنين أكسجين ليش؟ من انا اقول هنا طلابنا هنا ايش راح اخلي لهذا؟ خلي يصير الالمنيوم عندك هنا اثنين، هنا اثنين، أهم شيء عندي من اجي أوازن المعادلة تكون المواد الناتجة والمتفاعلة نفس الشيء. فالمعادله شرحت اصبح للتعبير الاخير للمعادله هو المناسب هذا هي طلابنا شرح راح يطلع عندك ويايه 2 اي ال زائدا 3 على 2 او2 راح يولد لي اكسيد الالمنيوم الذي هو اي ار2 او3 استاذ هاي 3 على 2 انت مو قلت هاي الاثنين مال اي ال خوش الالمنيوم هنا عدت اثنين هاي شنو 3 على 2 3 تقسيم 2 1 ونص مو متجي تضربها في اثنين ايش راح يصير ثلاثه اذا يوجد عندك هنا الاكسجين ثلاثه هاي واقدر اختصر اثنين هم ويا اثنين هم نفس الشيء هم يصير عندي طلابنا الاعزاء انا اقدر أقدر ثلاثه على اثنين هي واحد ونص مو صحيح كذلك بس ليش اقول هيك تصير صعبه علي فراح اختصر هاي الاثنين ويا اثنين كذلك ثلاثه نجي على اخر مثال طلابنا الاعزاء ناخذ لنا بعد ايش عندي هنا أنا. ما مو المعامل الذي يجب وضعه طلابنا شوف هنا أنا. طلاب ما المعامل الذي يجب يجب وضعه في الفراغ حتى تصبح المعادله مثل عندك ان زد ان هذا الخرسين زائد اتش سي ال راح يولد لك كلوريد الخارسين زائد اتش 2 الجواب شو راح اخلي له هنا ايش قد عندك هنا كلور اثنين اذا راح اخلي له هذا اثنين الجواب الصحيح يا هو استاذ هي موجود عندك طلابنا الجواب الصحيح هو اثنين طلابنا الاعزاء هاي المعادلات الكيميائيه كلش مهمه انا افضل تعيدوها مرتين ثلاثه بالبيت حتى تحفظوها، كذلك سوا شوف طلابنا هاي كلها معادلات كيميائيه إلكم كلش مهمه تحفظوها طلابنا الاعزاء. ان المعادله غير موزونه شنو معناتها استاذ مثلا عندك هذا غاز الميثان، هذا غاز الميثان سي اتش 4 زائد اكسجين ويا ايش راح يطلع لي؟ راح يولد لي ثنائي اكسيد كربون وما، زين استاذ ايهما المعادله الموزونه؟ شخلي احنا عندنا كل الغازات مثلا الميثان والاثينيومالسيلين، من اجي احترقهن، احرقهن ويا الاكسجين، ايش راح يولد لي؟ يولد لي سي او 2 ومي. بالنسبه للتوازن ايش راح يصير هنا عندي طلابنا؟ ايها المعادله الصحيحه؟ راح اخلي هنا اثنين، ليش خليت هنا اثنين؟ قد تتوازن المعادله سي اتش 4 2 او 2، اذا يا هي الصحيحه استاذ، هاي الاجابه الذي هي الصحيحه، ليش استاذ؟ شوف طلابنا هنا عنده غاز الميثان سي اتش 4 كذلك هنا عندي الاكسجين O2 هنا راح يولد لي CO2 وصار عندي هنا ماي هذه المعادلات الكيميائيه طلابنا كلش مهمه تحفظوها ورقه وقلم بالبيت بس اقول لك اياها مره ثانيه والاخيره تعتمد على الرموز الكيميائيه تعتمد علي من على الرموز لازم تحفظ الرموز واعداد التاكسد إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم أعزائي الطلبة مشاهدينا الكرام نشكر متابعتكم شكر موصول إلى جميع كادر وإدارة الفضائية العراق التربوية شكر موصول إلى لجنة الكيمياء والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته <applause>